انفجار. نقصني. أحلى صبية لأحلى وردة. جد؟ يف أوف كورس. أنت من وين؟ أنا صراحة من برغاليا بس أمي من ستوكلاندا. من وين؟ من ستوكلاندا. شو عم تعمل هون؟ صراحة جيت على لبنان بس لحتى فوت على الحمام وراجع مشافر بعد السواي. العمى هيدا جاي من برا لهون بس ليفوت على الحمام وراجع مسافر، يعني هذا شكله معه كتير مصاري هالأهبل. أنت كتير 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 مهضوم. عنجد؟ مرتبط شي؟ ولا صراحة أنا كانت هاي بوهف الفوي براند تبعي بس رجعنا تركنا. وف ليش تركته؟ قد ما استبزتني. بشو؟ ما كل يوم تيجي لعندي متنرة القصورة شوي، كل ما تيجي لعندي متنرة القصورة شوي، كل ما تيجي متنرة القصورة شوي، آخر يوم إجت لعندي فكرتها لابسة برنايطة، تري قد ما متنرة القصورة واصلة معها لهون، قمت الصبح قلت لها اعملي معروف لهون، قربت، قلت لها قولي وكلتك نفسي، قالت لي وكلتك نفسي، قلت لها قبلت التوكيل، لو سمحتي ما بدي صور شوفت وجهك بحياتي، الله معك. يعني انت هلا فري؟ نعم، ومصر تاخدي هالورد الشقره يا احلى صبيه حمرة. باخدها بس عشرت. شطرتي؟ باخدها وبتتجوزني؟ هلا هيدي بيقولوا له الشرط، هيدا الشيء الصغير بيقولوا له الشرط، هيدي مش شرط، هيدي شرطوطه، هيدي شرطوطه. اوكي تفضلي. ميرسي. عفرت ليش ليره؟ نعم لو سمحتي عفرت ليش ليره حق الوردي بس. عم تاخد حق الوردي مني كمان؟ شو عم بيع ورد ببلاش انا هون؟ ليش حضرتك بيع ورد؟ لا والله مرته لترامب انا. ما بدي منك لا وردة ولا تجتوزني ولا بدي منك شي، تفه عليك واطي. كخ استك باجري يا شنت البرموطة. اذا ما باخد منك حق على هالوردة المفروطة كون اكبر شخو قرموطة.